بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع الاختبار الأول والجزء الثالث. ركز. جي دالة معرفة كما يلي: جي دي إكس تساوي إكس ناقص واحد قسمة إكس ناقص اثنين، مجموعة تعريفها R مع عدد اثنين. السؤال الأول: اكتب جي دي إكس على الشكل جي دي اكس يساوي ا زيد بعد اكس ناقص 2 حيث ا وبي عددان حقيقيين، اطلب تعيينهما. السؤال الثاني: فك جي الى مركب دالتين اي وبي، اطلب تعيينهما. السؤال الثالث: استنتج اتجاه تغير الداله جي وشكل جدول التغيرات. رابعا: بين كيفيه انشاء سي جي ثم مثلها. خامسا: بين ان اوميغا 2 1 مركز تناظر لسي جي. السؤال السادس: نضع اش دي اكس يساوي جي القيمه المطلقه لاكس. هادو الأسئلة شفناها في الجزء الثاني تاع الاختبار. و كا دو إكس تساوي قيمة مطلقة للدالة كاملة، صح؟ السؤال: بين كيفية إنشاء سي أش و سي كا ثم مثلهما على معلم متعامد و متجانس. سي بون، نقدرو نزيدو سؤال السابع مثلا. كنقولكم هذا السؤال الثاني طاح بزاف. سبعة، كنقولك إلا دو إكس ماذا تساوي؟ تساوي قيمة مطلقة لإكس ناقص واحد قسمة إكس ناقص اثنين. و قدر قيمة مطلقة نبدوها لنا هنا، قدر نبدوها لنا هنا، داكوغ، نخدموهم في زوج. مثلا تي دو إكس باش تساوي إكس ناقص واحد قسمة قيمة مطلقة لإكس ناقص اثنين، هكا باه كيما قلت لك تخدم إن شاء الله. هنا بين، بين كيفية إنشاء سي إل و سي تي ثم مثلهما، ثم مثلهما. هكا يولي النموذج هذا شامل فيه جميع الأسئلة. راني ننطلق على بركة الله. السؤال الأول: كي ثابت، كي ثابت جي دو إكس على الشكل، على الشكل جي دو إكس مدى تساوي أ زايد بي قسمة إكس ناقص اثنين، صح؟ أوكي. الطريقة الأولى، طريقة واحد: جي دو إكس واش تساوي لنا إكس ناقص واحد قسمة إكس ناقص اثنين. هنا نكتب المقام في البسط، بمعنى إكس ناقص اثنين، على إكس ناقص اثنين. هنا ناقص اثنين يا جماعة قداه نزيدو لها؟ قداه نزيدو لها باش تولي ناقص واحد، زدنا واحد. يعني كي تجي تشوف هنا واش درنا، ناقص واحد هنا كتبناها على الشكل ناقص اثنين زايد واحد، واحد مرة يقول لك على. إذا ها واش تساوي لي؟ إكس ناقص اثنين قسمة إكس ناقص اثنين زايد واحد قسمة إكس ناقص اثنين. اختزل مع إكس لا تساوي اثنين، ها واش تساوي لي؟ واحد زايد واحد على إكس ناقص اثنين. إذن جاوبني كيما سكسيسك، كيما سألتك، قلت لك أنا عين أ و بي، هذه بالمطابقة، بالمطابقة مع العبارة جي دو إكس واش تساوي لي أ زايد بي قسمة إكس ناقص 2، ماذا نجد؟ نجد الثنائية أ بي ماذا تساوي؟ واحد واحد، واحد واحد. طريقة ثانية، تقدر تخدم بالمطابقة مباشرة. طريقة ثانية نقدر نخدم بالمطابقة. إذا ركز، جي دو إكس تساوي أ زايد بي قسمة إكس ناقص 2، نوحد المقامات، أ في إكس ناقص 2 زايد بي قسمة إكس ناقص 2، انشر أ إكس ناقص 2 أ زايد ب قسمة إكس ناقص 2، من بعد طبق بالمطابقة مع العبارة، عبارة جي دي إكس وشي هي؟ هي اللي بدلنا في الأول خلاص، هي إكس ناقص واحد قسمة إكس ناقص 2، ماذا نجد؟ نجد هايا، ها شنو حنا لقاو؟ هنايا الرقم يضرب في إكس أ، هنا الرقم يضرب في إكس هو واحد، بمعنى أ ماذا يساوي؟ أ يساوي واحد. ها ما وراء الإكس،
هو ناقص 2a زائد b يساوي ما وراء x هو ناقص 1 بمعنى هذا وهذا ناقص 2a زائد b يساوي ناقص 1 اي الa ها هو 1 عوضنا لهنا الa بواحد بمعنى ماذا نجد هذه راح نلقاوها ناقص 2 وننقلوها مباشرة لهيها بما نطولش إذن b تساوي ماذا ناقص 1 زائد 2 ناقص 1 زائد 2 كم يساوي يساوي 1 وجدنا نفس النتيجة وجدنا نفس النتيجة هنا جماعة في الفروض نديتكم في كلام ذهب لتحقق الله لإيجاد الإيجاد A و B في ثواني باسكو هنا جماعة أو اللي يغلط في A و B المسألة بكل راس راح تصير بعض ما نسألك تبدأ صفر عاودوا ذكرونا جماعة للتذكير هاي في كلام ذهب لتعيين A و B في ثواني بمعنى بالنظر فقط ما تشوف بعض القهر شوف لهنا نعود نذكره بالفكرة هذه G دو X ماذا تساوي X ناقص 2 قسمة X ناقص 1 عفوا X ناقص 1 قسمة X ناقص 2 و دي جي هي R مع دام 2 صح وش قلنا يا جماعة قلنا A الأ هو معامل إكس قسمة معامل إكس هذا هي حضرت الترتيب قادر يبدو لكم واحد ناقص إكس تقول له قسمة إكس لازم يكون تحت إكس هايا هنا بمعنى واحد قسمة واحد وش يساوي لنا واحد والبي اللي كان تشفاو البي قلت لك عوض القيمة الممنوعة في البسط وخلاص شت التنين هذه هات عوضها هنا عوضها هنا في البسط هنا بي وش يساوي كنعوضوها في البسط فقط 2 ناقص 1 ماذا تساوي تساوي 1 انصافا هاي البي نعاود نكتبها لكم لإيجاد بي لإيجاد بي عوض القيمة الممنوعة وين بلاصة في البسط البسط فقط هذا المكان خلاص اوكي السؤال الثاني ثانيا وش قالك قالك فك جي الى مركب دلسين هذا طحنا في الفروض فك جي الى مركب دلسين يو في هذه المخطط تاعك المخطط تاعنا قلنا نضع جي وش يساوي اي اورون في تبدا بالفي الفي ديما بدلها الداله الاولى ديما بدلها خدمه وحده اكس هذه كيتعدي على داله في ها قال انتي نقصينا برك ها نقصينا اثنين ولي العبارة مفصولة العبارة مفصولة يا جماعة هاني خلينا نقول واحد زائد واحد على اكس ناقص اثنين واحد زائد واحد على اكس ناقص اثنين قال انتي نقصي اثنين ها والعبارة هي قال انتي اقل بي وزيدي واحد واحد على اكس ناقص اثنين وزيدنا واحد سي بون في التسمية التسمية ركز وي اوكي في دو اكس نسميوها كيما مكتوبة بعد الفي هي اكس ناقص 2 دالة سالب في اكس ناقص 2 و اي دو اكس ماذا تساوي هي قلبت زاد واحد واحد قسمة اكس ها زائد واحد زائد ال واحد سي بون هيا ركز معنا هنا دوكا السؤال اللي جاي وش هو استنتاج اتجاه التغير اتجاه لازا اتجاه تغير دالة جيل نلقاو صورة المجالات السع شوف معايا صورة كل مجال شوف معايا هنا لما x ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية ماذا؟ 2 ها x ناقص 2 أين ينتمي؟ x ناقص 2 أين ينتمي؟ اسم المجال هذا نقصدو 2 ناقص ما لا نهاية ماذا؟ 0 ناقص ما هي 0 ولما x ينتمي إلى 2 زائد ما لا نهاية قول لي x ناقص 2 اين ينسمي ينسمي الى المجال صفر زائد ما لا نهايه خلاص ها هنا يبين يا جماعه شوف لهنا هذه الداله راهي مزيده متزايده تماما هاك وهذه الداله مقلوب الداله مقلوب خي متناقصه خي منحناها راح يكون هاك منحناها يجي هاك متناقصه متناقصه الواحد هذا ما عندوش تاثير هذا يطلع في المنحنى الله يهبطو ما يصرا والو هاي هنا كيسحب نجاوبو عليه من بعد ها بعد تفهم مليح تا كيصاوب كبدالة متزايدة
معادلنا متناقصه دوغا ماجرها الناقص ملانيا حتى الصفر محال راه يبقى لك 2 سنين باسكو مش معروف عن الصفر اكيد السما راح يتبدل هذا وقلنا حكينا فيه في الفروض هذا ودينا له اكثر مما يستحق لا علينا دونك هذا المجال الاول بان ساهو هذا المجال الاول او تاع الفي وهذا المجال الثاني تاع او هذا تاع في وهذا تاع واش تاع او خلاص خلص ها واش قلنا هذه الزايده صار قبلها مس ناقصه زعما راح تكون مس ناقصه بالزايده صار قبلها مس ناقصه راح تكون مس ناقصه انت السما الداله هذه راهي مس ناقصه تماما هايا إذن على المجال ها ناقص ما لا نهاية بعد 2 هاي هضرنا على 3 نقاط وشي هي ها واش رايك في الدالة في في متزايدة نتوما نحسبوها تماما على مجالها على المجال ناقص ما لا نهاية 2 على لأنها دالة تألفية الأصحى وشبيه الموجب داكور بالنسبة لإي متناقصة تماما على مجالها اللي هو واش لي هو ناقص ما لا نهايه ماذا صفر وقلنا هذا نقصو لزوج باسكو نتا هنا السابقه تاع اي اكس ناقص تاني مش اكس اوكي اذا ها اذا جي اللي هي او اون في ها زعما راح تكون ناقصه بزاف صار قبلها ناقصه زعما راح تكون ناقصه على المجال اللي حطيت في العنوان على المجال ناقص ما لا نهايه ماذا اثنين بمعنى الداله الثانيه برك اللي عندها مجالها خاص بها عندها مجال سبيسيال تاعها باختصار شديد ابقى مركز حتى نكمل كملنا المجال الاخر بنفس الطريقه هاد الامور هادي كلكم تعلمتوها في الفروض السما دوكا نتوما تركزوا لنا على الجديد الجديد مركز الصلاه والاسئله ساقين المنطقه هذا هادوك نورمالمون راكم غاضبينهم من الفرض نورمالمون كيكمل على المجال ها 2 زائد ما لا نهايه هاي ثلاث نقاط كيما هذا شوف هنا عبر بيجيك خدمه سهله ها واش عندنا عندنا في زايدة تماما على مجالها اللي هو 2 زائد ما لا نهايه ها واش رايك في الاي الاي متناقصه تماما على المجال تاعها اللي هو صفر زائد ما لا نهايه اذا جي اللي هي اي ارون في متناقصة على المجال اللي سقسيت عليه على المجال اللي حطيت في العنوان اللي هو 2 زائد ما لا نهاية سهل هذا ما كان تشكيل جدول تغيرات جدول ثلاث تغيرات جدول تغيرات يا جماعة خلاصة خلاصة الدراسة اللي درس واش عندنا هنا عندي اكس عندي جي دو اكس ركز ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية القيمة الممنوعة واش هي 2 القيمة الممنوعة هاي هي 2 الدالة تاعك ها ما طبيعتها متناقصة متناقصة فوالا سي بون هنا هنا ثانية يا جماعة إلا كانت تذكروا ديتكم في كلام ذهب كيفاه من الدالة من عبارة الدالة الأولى خلاص توصل لجدول التغيرات نعاود نذكرك بها باسكو كنت غلطت لهنا ثاني في اتجاه التغير راه دير لنا مشكل كلش راح يروح لك يعني الأسئلة اللي تتبع تتبع الجدول اللي هي الرسم الرسم والإسئلة هادو بكرة راح يروحوا لك بكرة دونك هنا هنا تاني ما لازمش تغلط هاي في كلام ذهب رقم 2 ها جدول التغيرات يعني كيف نقول لك انا في اختبار الجدول تاعك صحيح ولا غلط برك تلقاه وحدك بالنظر برك ما تشوفش تلقاه هنا جماعه واش قلنا هضرنا هاد الفروض هادي هنا في العباره هادي جي دو اكس واش تساوي لي ا زائد بي على اكس زائد سي اذا كان عاد بي موجب نفهم بلي الداله جي هي متناقصه ولا عاد بي سالب نفهم بلي الداله جي راهي متزايده باختصار شديد من الاخر داكور سمى البي البسط شرطة البسط هنا هي اللي تقول لك اسكو متناقصة ولا متزايدة البي يخدم بالعكس إلا عاد موجب ركز مليح تبس مليح المعلومة إلا عاد موجب افهم بلي الدالة متناقصة ولا عاد سالب افهم بلي الدالة متزايدة البي يخدم بالعكس انتهى دونك انت في العبارة تاعك انت جي دو اكس ها جي دو اكس حنا عبارتنا واحد زايد واحد على اكس ناقص 2 ها زايد واحد البي تاعي انا هنا واش يساوي خي واحد بي واش يساوي واحد
معناها جي وش بها مش ناقصة. هاي خسارة من المسك الله يثبت الفكرة. نسى الكلام ده بتاعك بينك على بالك البيك فات لقاه من النظر. دوكا يعني كيفاه من هذه والعبارة هذه تلقى لي جدوطة في ثواني في 10 ثواني والله. هاي هاي مثلا اف اكس ماذا تساوي؟ اثنين اكس ناقص واحد اسمع اكس ناقص ثلاثة مثلا مدلك دي اف باه تلقى لي البي بسرعة ار ما عدا ثلاثة واش دير نسبة تلقى البي خي قلنا القيمة الممنوعة هادي يا جماعة هادي ثلاثة هادي ها تعوضها لنا ها لاحظ انه بي هنا واش يساوي اثنين ضرب ثلاثة ناقص واحد ستة ناقص واحد كم تساوي خمسة سما بي تاعنا هنا واش بيه موجب بي موجب إذن اف متناقصة اف متناقصة بي معنا جدود صغيرة يا جماعة هكا راح يكون سهل خلاص اكس اف دي اكس كيما جدود زائد بي ناقص ما زائد ما لا نهاية حط القيمة الممنوعة حط السهمين يجيو عاطي والسالب هنا قيمة ممنوعة بلاصة عند ثلاثة أو خصي الاف هنا الدالة تاعنا متناقصة متناقصة خلص هذا مكان الخب اوكي فهمنا كمل كيفية الإنشاء هنا في كيفية الإنشاء يا جماعة كل واحد اللي سبع تعريف أستاذه وكل أستاذ كيف يخدم والطرق في ثلاثة في ثلاثة بلا وشو كل واحد يسبع تعريف أستاذه هذه هي شوفها كيفية رابعا كيفية إنشاء سي إف من بعد الرسم طريقة أولى الطريقة الأولى جمع حفاظة حفظ شنو معناها بالعبارة المفصولة العبارة المفصولة اللي هي هذه جي دو إكس شو زي واحد زائد واحد قسمة إكس ناقص اثنين ها وش تقول تقول سي جي هو صورة منحنى الدالة ها مقلوب مقلوب بمعنى إكس نرفقو لها واحد على إكس ها بسحب بين سحاب شعاعه ك اللي داخل الاقواس عكسه اللي خارج الاقواس خليه يعني هذا عكسه اثنين وداخل ليه واحد صحيح جاوب كاس دي على مسك طريقه ثانيه هذه فهم سما صبر هذا الشيء اللي كسبتو واش نقول هنا لدينا جي دي اكس يساوي واحد زائد واحد قسمه اكس ناقص اثنين هذه نسميوها إيكغيك شنو تساوي لي واحد زائد واحد قسمة إكس ناقص اثنين هاد الواحد هذا مع إيكغيك نقلو الطرف الأول غير له الإشارة إيكغيك ناقص واحد يساوي واحد على إكس ناقص اثنين ها القوس الأولى سميها إيكغيك كبيرة القوس الثانية سميها إكس كبيرة وانتهى تسمى برها نسمي الشيء اللي كسبت هذا ما كان أوكي بمعنى هذا سميه y كبيرة وهذا x كبيرة y ماذا يساوي واحد على x سعاد تكتب الجملة هذه بعد واش نقول هنا سي جي هو صورة منحنى الدالة x نرفقها واحد على x بسحب بين سحاب شعاعه شعاعه ك وشو المركبات تاعك اللي داخل الاقواس عكسو اللي برا خليه اثنين واحد هذا عكسو وهذا خليه سي بون الطريقة الثالثة يا جماعة قد تكون مفروضة هذه كاين بعض الأساتذة يخدمو بها الطريقة رائعة سالت واش يقول لك قادر تسافر سي بون باش ما قراكش فيها الأستاذ يقول لك هكا وي طاح صح طاح السؤال هذا يقول لك ضع ها ضع مثلا نسى الدالة المقلوبة هذه بديها هو اسم مثلا يسميها اش اش دو اكس تساوي واحد على اكس هاك اش اكس تساوي واحد على اكس وكون نقولو اش قوس دوكا ما العلاقة وجد علاقة ما بين سي اش و سي جي هنا كي تقول اش قوس واش تساوي واحد على قوس بمعنى كيما تكتب هنا تكتب هنا هاكا تشوف هي دوك حنا واش نكتبو داخل قوس اكس ناقص اثنين وها اكس ناقص اثنين ومن بعد واش دير هاد المساواة هادي زيد لها الواحد هذا زيد لها الواحد كي زيد الواحد زيدو هنا وزيدو هنا ها ها شنو راح نلقى اش اكس ناقص 2 زائد واحد تساوي واحد على اكس ناقص 2 زائد واحد سي بون خلص
تسمى اتش اكس ناقص اس ان زائد واحد تساوي ماذا؟ جي دي اكس. هذا تعجبني الطريقة الثالثة، علاه ما فيهاش تعب لا تهرب لغة الرياضيات. واش عارف تقول لي شو الفرق ما بين الطريقة الثالثة والأولى والثانية؟ واش عارف تقول لي هنا؟ هنا في التعبير ما تكتبش هذه كامل، شوف معايا. ها واش تكتب؟ ها تولي تهرب لغة الرياضيات، ما العلاقة ما بين سي اتش و سي جي؟ تقول له سي جي، سي جي هو صورة، عاود تقول له صورة منحنى دالة مقلوب تسميه، قال هو صورة سي اتش باختصار شديد، باسكو اتش دي اكس كسميه سي واحد على اكس، كيعطيه اسم، هذه هي، هو صورة سي اتش بين سي حاب، خذ استفاد، بين سي حاب، ها شو عاود هكا، اللي داخل الأقواس عكسه، اللي خارج الأقواس بالليل، سي بون، هنا جماعة كل واحد يسبع تعرف تستاذ، غادي وصيت. خليه ينشع لازم ليش تقول تسعد الحمد لله عفوا هايا جدول مساعد للدالة الجديدة عندي قيم اكس فرض اكس او جدي يغريك ما هو مقلوب لواحد هو واحد ما هو مقلوب اثنين واحد على اثنين لا ما هو مقلوب واحد على اثنين هو اثنين انتهى هادو يكفيك باش ترسم بلوس الشعاع كا الكا هو قدام اثنين واحد دير في حسابك بلي المنحنى يروح اليمنى بزوج ويطلع الدرجة هايا ركز شوف هنا هذا المعلم القديم او اي جي هذا جي دي اكس وهذا اكس اوكي ها اول حاجه ترسم ديال الكا اثنين واحد ها السام هو مبدا المعلم الجديد اوكي الاشعه جماعه كي القدم كي الجدد سينو ما يجيش رسم دقيق بمعنى هاد أشعة الوحدة إي جي كيما هادو كيما هادو دركا هذا معلم جديد وهذا معلم قديم معلم جديد يا جماعة وضيف صور رسمه انتهى من صورة سين واحد واحد صورة اثنين نص صورة نص اثنين انتهى أربط ما بين النقاط ها دونك انت هنا واش يهمنا حنا يهمنا هادي نظيرة هادي هي هادي ها نقطة واحدة اللي تهمنا ها هاكا هادي هي داكور خي فاهمين هايا هنا نظيرة هادي هي هادي نبدا بالتقارب تخلص بالتقارب هنا راح نحيدو بيه بين الرسم نبدا بالتقارب تخلص بالتقارب ها نهار ها هو الرسم تاعك سي بون هذا هو سي جي سي بون المعلم الجديد يا جماعة قلنا الوظيفة تاع الرسم وانتهى هذا ما كان هيا اوكي فهمنا بين ان اوميغا 2 1 مركز تناظر بين ان اوميغا 2 1 مركز سي جي ركز كاين طريقتين الطريقة الأولى ركز معايا دستور تغيير المعلم دستور تغيير المعلم صح لو شو الوظيفة تاعو إيجاد دالة جديدة هنا وحنا واش نديرو نراهن بلي فرضية وخلصت هذا المكان إكس صغيرة تكون على اليسار إكس كبيرة زايد إكس صفر إيكغيك كبيرة زايد إيكغيك صفر هاي اكس صفر تاعنا واش تساوي اثنين ها اكس كبيرة زائد اثنين هنا ايكغيك كبيرة زائد واحد هايا نعوض في عبارة جي دي اكس جي دي اكس مفصولة جي دي اكس يعني اللي لقينا حنا ماشي اللي مدلناه هو ما هي اللي تخلص عليك واحد زائد واحد قسمة اكس ناقص اثنين علما ان جي دي اكس هي ايكغيك
Ja. Audrey X sarera, Y sarera, B, men akvas. Ja, ja. Det är ju skötlig. Y, Z, 1, U, Sevi. عندي هنا واحد زيد واحد قسمة هاتنا x x زيد اثنين هذه نقصوا لها اثنين وصاي سيبوا خلصت دونك هذا الواحد يلغى مع الواحد وناقص اثنين تلغى مع اثنين ويديما تصرح كبعد اذا هنا y وشو تساوي لي واحد على x اذا f x تساوي واحد على x ها يا جماعة الدستور خلص خدمتو خاص خدمتنا احنا Est-ce que le f de l'égène houa rend les fards de l'égène ou pas Voilà, ok. Donc, là, f de l'égène. Donc, là, f de l'égène. Et maintenant, j'ai mis un numéro de couple là. Oui, mais on a tendance à la tête, ce n'est pas. C'est quoi l'idée df Maintenant, vous savez, r, maintenant. صيفة خيم إكس ينسمي إلى دي إف خيم معاكس ساعو ينسمي إلى دي إف هذي بس فهمها شرط التناظر يعني كي تعود ثلاثة تنسمي المجال لمجموعة تعريف ناقص ثلاثة ثانية تنسمي اكسبها برك بما ينقصولكش ومن بعد واش نقول نقول ساع إف ناقص إكس واش تساوي لي واحد على ناقص إكس ناقص هذي طلعها الفوق ناقص واحد على إكس ها واش تساوي لنا ناقص إف دو إكس Alors, je sais maintenant, c'est un naps, naps f de x. Je vais faire un f, naps x, c'est un naps f de x. Mais maintenant, naps, c'est un naps, c'est un naps. Il y a un naps, c'est un naps, c'est un naps, c'est un naps, c'est un naps. Et donc, là, f, un delta, fardia, même un, maintenant, oméga, il y a une distance, oméga, un, c'est un, مركز تناظر تناظر لي سي جي لي سي جي دكور طريقة ثانية قد تكون مفروضة طريقة ثانية دوك نقول لك كيف يعطيك السؤال هاي ركز طريقة ثانية نحطو لها تذكر صحة تكون اوميغا الفا بيتا مركز تناظر ليا سي جي اذا تحقق الشرطان الشرط الاولى جماعه شرط تناظر اجد اكس كما درنا في المحور اكس ينتمي الى دي جي ها 2 الفا ناقص اكس ينتمي الى دي جي دونك نقول لك صبرنا على هذه نروح ومن بعد واش نقولوا نقولوا جي 2 الفا ناقص اكس زائد جي في اكس مثل سي سي ضعف بيتا ضعف بيتا بمعنى كيف فهم جيد هنا جمع عندنا ضعف الفا وهنا واش عندنا ضعف بيتا باه تقارن الفا بيتا باه تقارن الاحداثيه السما هنا لازم هذه تقسمها على 2 وهذه تقسمها على 2 اللي فهم جيد كون جات هنا جمع 6 وهنا مثلا 4 ما هو ناقص التناظر هذا يقسمها على 2 وهذا يقسمها على 2 باختصار تسمى 6 على 2 3 وهذا يقسمها على 2 4 على 2 تساوي 2 انسان كون جات 3 وهنا 1 قول 3 على 2 1 على 2 وسي بون هاي دونك انت كيف تقدر تفرض لك هذه في الفرض ولا في الاختبار هنا الالفا تاعنا جماعه هي بمثابه ماذا بمثابه 2 خي هكذا الالفا تاعنا هي بمثابه 2 ها شوفوا هنا بيتا تاعنا بمثابة واحد انت هنا في الاختبار ها ما يخليكش تفضل الطريقة الأولى مش تقدر يقول لك هذا ثم الدوزيام راني بساعة ما يمدوهاش معليش أنا نمد لك كلشي كيقول لك اثبت اثبت أن ها إكس تنتمي إلى إر ما عدا 2 و عندي 2 ألفا بمعنى 4 4 ناقص إكس تنتمي إلى إر بعد 2 كذلك بعد الشرط الثاني ويقول لك و هذه ومعها هذه جي جي 4 ناقص اكس زائد جي دو اكس تساوي 2 ومن بعد يقول لك ماذا تستنتج ومن بعد يقول لك ماذا تستنتج بالنسبه للمنحنى سيجي تسمح هنا حتسمها لك حتسم لك الطريقه هذه ما خلاكش تخدم بالطريقه تاع الدستور غير المعلم هذه هي ها يا جماعه
إجابة سهلة خلاص، وركز وقت تسلم. الشرط الأول هاي، الشرط الأول شوف معايا، من أجل X ينتمي إلى R ما عدا 2. نسمي الكتابة هذه واش معناتها؟ هنايا معناتها X ما يساويش 2، هذه تسمى معطيات، هذه ك أي معطيات. واش دير صا؟ انطلاقا من هذه برهن لي بلي 4 ناقص X تنتمي إلى R ما عدا 2، بمعنى 4 ناقص X ثاني ما تساويش 2، أي ما تساويش 2. دونك هل 4 ناقص X ما تساويش 2؟ هيا x ما تساويش 2، هنايا في الأولويات نضرب في ناقص 1، هذا قلتلكم يسهل خلاص، أضرب هنا في ناقص 1، ناقص 1 تسحب فيه 2، ها مادا نجد ناقص x ما تساويش ناقص 2، ومن بعد ضرب 4، ونخلص 7، وديما نخدم هكا، 4 زيد هذا وزيد هذا، إذا 4 ناقص x ما تساويش ناقص 2 زيد 4 ما تساويش 2، بمعنى 4 ناقص x ها تنتمي إلى R ما عدا 2، صحيح الجواب 2. سما شرط التناظر محقق، مش محتمل تكسبها، أنا باغي نفهمك شرط التناظر ها محقق. هاي روح شوف لنا الشرط الثاني اللي كان مليح، الشرط الثاني سهل خلاص، الشرط الثاني هايا، الشرط الثاني هل جي 4 ناقص إكس كيزيد لها جي دي إكس تساوي 2 فقط، يعني ما والو، هايا نروح دوك نحسبو ونشوفو. هلا جي 4 ناقص اكس زائد جي دي اكس تساوي 2، هاي 12، هاتنا عبارة جي دي اكس مفصولة، قال لدينا جي دي اكس تساوي 1 زائد 1 قسمة اكس ناقص 2، هذه العلاقة رقم 1، دوكا كي نعوضو اكس جماعة ب 4 ناقص اكس، اسمعني شنو راح نوصيك، نعوض اكس ب 4 ناقص x نجد مش متماسك 7، انا قاعد نشرح لك جي قوس بمعنى جي 4 ناقص x يساوي ماذا؟ 1 زائد 1 قسمة 4 ناقص x ناقص 2 هاك. دوك انا هنا شنو نوصيك؟ زي ما دابا كي تجمع هذه زائد هذه تلقى 1 زائد 1 وخلاص، تسمى الكسرة هذه تلقى مع هذا، بمعنى افهم بلي هذا راح يكون المعكس هذا على حساب لا والو. هنا عندي زيد واحد على اكس ناقص 2، هنا هذه كيتعدلها اي تولي ناقص واحد على اكس ناقص 2 من الاخر، تسمى ما تجمعليش عدل لي الساعه هذه كم تساعدش، نروح نعدلوها 1 زيد 1 على 2 ناقص اكس هكا ثاني ما تساعدش، 1 زيد 1 على خرجنا ناقص برا هاي ناقص اكس ناقص 2، حبس دقيقه ما فهمناش، ناقص اكس هاي ناقص اكس ناقص ناقص 2 هاي زيد 2 هاك مليح، طلع لي تشوف ناقص هذه هنا، النتيجة 1 ناقص 1 على x ناقص 2، حبس لنا كتساعدني، صحيح، هاك خلصنا، هذه جي 4 ناقص x، شفت هذه؟ العبارة هذه، هات نجمعوها مع هذه، ها، تجد المطلوب، قال بي جمع 1 و 2 طرف لطرف، ماذا نجد؟ ماذا نجد؟ نجد المطلوب كسبو طول كالي جي ها 4 ناقص اكس زائد جي دو اكس احسب تشوف هنا الواحد والواحد هاي 2 تساوي 2 هنايا الكسر مع المعاكس ساعه راح ما تكسبوش خلاص هو مطلوب دوكا الاستنتاج يا جماعه كيما وصلتك كيما وصلتك واش وصلتك قلت لك هذا اللي مع ناقص اكس قسمو على زوج تسمى باه تلقى المركز طول هنايا الاستنتاج اوميغا الاحداثيات هذا قسمو على 2 وهذا قسمو على 2 وفاز هذا ما كان الاستنتاج ركز الاستنتاج اوميغا م 2 1 مركز تناظر لي سيجو انت تبع ها راح دوكا نهضرو على المنحنيات شوفوا معايا هنا دوكا انشاء انشاء سي اش سي اش مع توضيح الطريقة مع توضيح الطريقة شوف معايا لهنا جماعة لكن شوفوا شوف معايا المنحنى يهمني المنحنى تاع الدالة جي
خير جينا كبير، خير قلنا سنين هكا واحد هذا هو المعنى الجديد دلنا هنا خير جينا هك متناقصة متناقصة و سي جي سما لازم اي سي جي على جال المجالات ما مقطعش واحد البياش دوك نهضر الكلام شوف معايا هنا عندي قيمة ممنوعة عند سنين ركز معايا مليح وكاين بياش كسبنا h دي x دونا نص قيمة مطلقة h دي x شوف شو تساوي هي تساوي g قيمة مطلقة ل x شوف معايا هنا واش تساوي لنا تساوي g دو x لما x أكبر يساوي الصفر بصح كاينة حاجة كنت خليها هكا برك غلط g أكبر يساوي الصفر شوف x أكبر يساوي الصفر عفوا أكبر يساوي الصفر راك عندك أنت قيمة ممنوعة في التاريخ كي تنحيها نحيها هنا لازم تزيدني هذا هو البياج اكس ما تساويش 2 هذا البياج الاول لا هنا هنا واش تقول لي جي او تساوي جي ناقص اكس هنا لما اكس اقل او يساوي صفر وزيدني حاجه ثانيه اللي هو عكس هذا علاه باسكو انت هكا هذا المنحنى كتقرا تعاودو مادام هنايا في اليمين كاين عندك شراء عند سنين في رايكا هذا من بعد راح دير له كوبي كولي كوبي كولي سما مادام عندي 19 عند سنين هنا اكيد راح تكون عندك 19 ناقص 2 ما تقلقش روحك مادام هنا نحيت لي سنين هنا نحيت لي العكس خي هنا اكبر يساوي صفر هنا حطيت العكس هنا نحيت سنين هنا سنين نحيت لي العكس خلصت من الخير صايم سي بون فهمنا واش تساوي لنا تساوي لنا تكرر تجحم لي مجالات وخلص روح رسم اذا تساوي جي دو اكس لما اكس ينتمي الى صفر احبس عند سنين نحيها سنين اتحاد ماذا؟ سنين زيد ماذا النهاية داكور اوكي اول جي ناقص اكس لما هذا الجماعة انا كان حبيت نعطيك فكرة ما متمرضش راك تسمى تدي من صفر وتهبط وناقص اثنين اكس نحيها لي تسمى تقول ناقص ما هي ناقص اثنين اتحاد ناقص اثنين صفر لكن جاتك صعيبة اضرب هادو بكل في الناقص يعني اقراه بالعربية اضرب في الناقص اقراه بالعربية واش تقول لي اكس ينتمي الى المجال ناقص ما لا نهاية ماذا؟ ناقص 2 ها اتحاد ماذا ناقص 2 صفر وخلص هذا ما كان ناس كسر راسك ما والو صايم هذا المجال الاول يا جماعه ما نبقاش نكتب فيها شاك فوا هذا نسميه واش مجال دي واحد وهذا المجال واش هو دي 2 قال هنا على المجال على المجال دي واحد ها واش عندنا منحنى في منطبقان واش نقول هنا سي جي و سي اش واش بهم منطبقان منطبقة كيما ما فين نقولو اوكي هزي على المجال دي اثنين على المجال دي اثنين واش نقول سي جي و سي اش واش بهم متناقضان بالنسبة الى او ايغريك نكمل بالتناظر بالنسبة او ايغريك يعني باختصار يا جماعة كما درنا في الفيديو اللي قبل هذا قلنا على يمين على اليمين هكا على اليمين او يغريك خي هذا نعاودو هذا عاودو وعلى اليسار ماضو باختصار شديد من الاخر هيا اوكي نروح ديالنا الرسمة الرسم نرسم على هذا بعد ما نضيعش الوقت ما معليش نديرو لها رسمة صحة وحدة هنا راني مش راح ندير وقت كبير ها شو عكاس هنا منحنى تاعنا خي كان هكا كان هكا و هكا هادو واش معناتها على يمين على اليمين نعاودو الجزء هذا بكل نحية على اليسار الشي اللي عاودتو كوبي كولي هنا عندك خي اثنين دير ناقص 2 تنشر ناقص 2 هاي هادي تلت نقط ديال النظائر باش تجي رسمها تكون هادي نظيرتها نفسها نظيرتها هادي هي هادي نظيرتها هادي هي هادي ها الرسم تاعك راه يكون فوالا اوكي زيد هنا تالي دير تلت نقط ها دير تلت نقط هادو نظيرتها هادي تكون هنا نظيرتها هادي تكون هنا نظيرتها هادي تكون هنا فهمتي ها ها الرسم تاعك داكور
هذا هو سي اش شويه ولا حكايه مجالس لا تولى هيا داكور فهمنا نزيد قالك دركا قيمه مطلقه للجي قيمه مطلقه للجي وهذا منحنى بكل جي فوق منحنى كامل جي فوق تسمى هذا يتعاود وهذا يتعاود وهذا الجزء واش صارلو يطلع فوق وخلص هذا المكان قول لي واش نكسبوا على الورقه باش ندير العلامه فكرونا يا جماعه واش نكسبوا على الورقه باش ندير العلامه هيا K de x tout série prime entre la a les g de x d'elle est beaucoup ah je suis un maintenant tout série g de x lemma g de x qu'on réussit à savoir max g de x lemma g de x qu'on réussit à savoir on va dire ce que dit Ali Sheikh quand je tiens ma jalas le jalas je me rends compte que qui y va dans le carrosse on sort ma jalas من سم وكيعود ما عندكش رسمه ولا حاجه راك لازم دير جدول لازم دير اشاره جدول اشاره جي داكور هاي جي دي اكس وين بلاصه جي دي اكس بوغ يصير الصفر لحظه لحظه لا شون ناقص ما لا نهايه حتى لواحد خير الجزء هذا خير موجب من واحد لسنين خير الجزء هذا سالب ومن بعد من سنين حتى زايد ما هي خير موجب خدموا على المعلم القديم يا جماعه الجديد ما تزيدش تحكي عليه خلاص الجديد عنده وظيفه وحده يرسم لي وسي بون ما تزيدش تحكي عليه انساه هذا المكان خدم غير بالقديم هاي جي دو اكس لما جي دو اكس تكون يساوي الصفر على اي مجال لما اكس ينتمي الى المجال ناقص ما لا نهايه المدى واحد اتحاد مدى اثنين ها زيد ما لا نهايه سي بون ها تساوي لنا ناقص جي دو اكس لما اكس ينتمي الى المجال ها واحد اثنين مفتوح يا جماعه معفونا مفتوح قيمه ممنوعه ها اتحاد الاكس ينتمي عفوا الى واحدة اثنين مفتوح سي بون هذا جمع ما نبقاوش نعاودو في المجالات سميوه دي واحد وهذا سميوه دي اثنين قال هنا على المجال دي واحد ها واش كاين عندنا الدالة القادمة هي الجديدة ها واش نقول سي اي سي جي عفوا و سي كسميناها كا سي كا واش بهم منطبقا منطبقا على المجال دي اثنين ها سي جي و سي كا واش بهم متناظرا متناظرا بالنسبة لواش بالنسبة إلى أو إكس باسكو حنا واش قلنا قيمة مطلقة للدالة جي هي ديما تجي منحنى تاعها ديما يجي فوق محرك دار تفضل حاجة تحت تسمى هذا قلنا هذا الموجب عاودو هذا عاودو السالب هذا لازمو يطلع باسكو قدرت له قيمة مطلقة وهذا المكان باختصار شديد بعد شنو سما نديرو هنا بهذا الفولوكس سما هذا بمعنى هذا عاودو وهذا ثاني عاودو هكا ها والجزء هذا اللي تحت دير زوج نقط ولا وطلعهم لي طلعهم النقطة هذه ناضرتها تجي هنا وهذه ناضرتها تجي هنا داكور سمو الحالة تاعك ها هذا هو السيكا سيكا بيان رائع هاك نشوفوا الاسئله هذو وكل يبدو لكم قيمه مطلقه وهي طاح 19 نتاع العام كل يبدو لكم قيمه مطلقه البسط ولا المقام كيف ندير شو خصني ندير كان ترجمو ليه ما كاينش مشكل ندرس فورمال فازي هكا النموذج هذا باذن الله يطيح واش يطيح تولي تسرق مع الوقت برك يعني سؤال باذن الله بيحبسك هذا ما كان اوكي كمل L de x, L de x, واش يساوي لي؟ قيمة مطلقة x ناقص واحد، قسمة، قسمة، والله نبداو بهذي خير، هذي تجيك مسهل، تي دو x، واش تساوي لي؟ x ناقص واحد، قسمة، قيمة مطلقة تاع x ناقص اثنين، هذي واش تساوي لنا جماعة؟ واش تساوي؟ تساوي x ناقص واحد على x ناقص اثنين، لما x ناقص اثنين اكبر تماما باسكو في المقام اتونسيون اتونسيون ها واش تساوي لي تساوي لي ناقص ولا x ناقص واحد هاي بتفاصيل على ناقص x ناقص اثنين لما x ناقص اثنين اقل من الصفر هاي بالديطايا واش تساوي لنا شوف معايا خير ناقص هادي تكون هنا ولا بدا مخطط كسر كيف كيف
تسمى هذيك فين قراوها؟ قراوها جي دو اكس لما اكس اكبر سالبا من من 2، وهذه ناقص جي دو اكس لما اكس اقل سالبا من 2. فاهم الاشكال؟ فاهمنا. قال على المجال، على المجال، المجال 2 زائد ماذا نهاية؟ ها واش كاين؟ ها خي عندنا تي دو اكس هي مات جي دو اكس، واش نقول؟ نقول سي تي، سي تي بوان سي ها جي شبيهم منطبقان. وعلى المجال الاخر، على المجال ها ناقص ما لا نهاية ماذا؟ 2. ها واش نقول؟ سي تي و سي جي متناظران بالنسبة لماذا؟ بالنسبة إلى أو إكس، باسكو كعكس لي الصورة، كعكس لي الصورة. أوكي، ها نديرو صمام سكون لهنا ولاحظ الفرق. ها ها هو سي جي كيفاه كان منحنى تاعنا كان هكا. فوالا طرا بيان. هايا طبق واش قلت، شي هذا صوت طبقو. شوف غنخدمو بالفكرة تاع الورقة. على يمين تسنين يا جماعة، شوف معايا على يمين تسنين شي اللي يبان عاودو هاك من هنا وراه، هذا هو تسنين. على اليمين شي اللي يبان عاودو. ها هو الفرق. على يسار تسنين، على يسار تسنين، هذا المنحنى اللي في دار بوكل ماشي اللي الفوق الله يتحس كامل كيما راهو كامل ناظرو بالنسبة لأو إكس ناظرو. هاي ديري تلت نقط، هاي دير النقطة هادي ودير النقطة هادي ودير النقطة هادي، تلت نقط يكفيوك وخلاص. ناظر سادي بالنسبة لأو إكس راح تجي هنا، تجي هنا، ناظر سادي تبقى نفسها، ناظر سادي خلاص طلع الفوق، طلع هنا. بمعنى المنحنى تاعك هاكا راه يكون زيد النقطة هادي يا سيدي، ها نص هي ناقص نص، ها المنحنى تاعك كيجي. ها بمعنى هنا حبيت دير مقارب يعاونك، ها ها رسمة تاعك راح تكون هذا هو سيدي، هذا هو سيدي. المثال هذا جماعة بنفس الطريقة، ما نطولش عليكم باه ما يجيش الفيديو طويل بزاف. طريقة مماثلة، تسمى هنا على يمين الوحدة جماعة، ما تنساش نحيد التقشيرة، غادي نخليه لكم ليكم، نعطيك الفكرة برك، على يمين الواحد المنحنى أو ينطبق، وعلى يسار الواحد الشيء اللي في دار، ناظرو، خدم بنفس الفكرة هذيك، بنفس الفكرة، سي بون، نتوقف هنا، نلتقي الحصة القادمة إن شاء الله مع الجزء الرابع، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.